واكيد بدنا نرجع سلمى لنستقبل ضيف اخر ودكتور اخر بنفس الموضوع، موضوع الحرائق المؤلمه اللي حلت بالمحافظات السوريه، وتحديدا رح نحكي عن انتشار الحرائق، تضرر كبير بالمحاصيل الزراعيه والاراضي، اكيد رح نحكي عن واقع هي الاراضي، ما هي الخطط من وزاره الزراعه للمرحله القادمه، رح نحكي بتفصيل اكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور منهل الزعبي مدير اداره الموارد الطبيعيه في وزاره الزراعه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور منهل. صباح الخير. يعني مثل ما بنعرف نحن هذا الوقت هو وقت مواسم، وقت جني مواسم لعدد من المحاصيل الزراعيه، خلينا بالبدايه نحكي عن واقع طبعا هلا المحاصيل الزراعيه المتضرره بكل من طرطوس واللاذقيه وحمص. نعم، بالنسبه لبدايه اسعد الله صباحكم وصباح السعاده المشاهدين، وتحيه لاولئك الذين على الارض يقوموا باطفاء الحرائق من عمال واطفائيين وحراجيين والجميع، وطبعا رجال الجيش العربي السوري. بالنسبه للمحاصيل المتضرره حاليا اغلبها اشجار الزيتون واشجار الحمضيات، وخصوصا اشجار الزيتون. اشجار الزيتون لها يعني اعمار كبيره جدا، احيانا بعضها 50 سنه معمره 100 سنه. طبعا جميع معظم هذه الاشجار اللي بموقع الحرائق تضررت واحترقت بشكل كامل، وخصوصا حاليا هو موسم جني الزيتون، يعني احنا بالوزاره الزراعه توصي عاده ان يبدا قطاف الزيتون بجني الزيتون ب 15 تشرين اول، يعني نحن مقبلون على الجني، فبالتالي كانت هنا الكارثه انه معظم هذه الاشجار في مناطق الحرائق احترقت بشكل كامل والفلاح خسر موسمه، لذلك هنا المشكله بالاضافه الى الاشجار الحراجيه التي هي بنسميها رائحة المدينة، لأن الأشجار الحراجية بتعمل لي موضوع التركيب الضوئي، فبالتالي احنا نحن نخسر هذه العملية، وهذه العملية تؤدي إلى موضوع التبدلات المناخية. يعني نحن عندما نريد أن نحد من التبدلات المناخية نقوم بزراعة الأشجار حراجية أو غيرها، فبالتالي هذا يحد من التبدلات المناخية. ليش؟ لأنه هي بتعطينا الأكسجين وتأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون. الآن العملية انعكست، يعني تم حرق الغابات، تم حرق الأشجار الزراعية، وبالتالي كذلك تم حرق الفرشة الغابية اللي هي مليئة بالمواد العضوية، وانطلق CO2 الى الجو، وهي تساهم بموضوع الدفيئه وموضوع التبدلات المناخيه، بالاضافه الى التنوع الحيوي الذي قتل سواء من الحيوانات او النباتات او حتى الكائنات الدقيقه التي تقوم بعمليه تفكك الماده العضويه، جميعها خسرناها حاليا بموضوع الحرائق. نعم، كمان الفلاح يلي خسر مثل ما بنقول جنى العمر، اراضي توارثها عن الاجداد وكان متوقع ان يتوارثوها الابناء، وهكذا مثل ما تعودنا على مدار سنوات كثير طويله، مو بس المحصول راح شق العمر مثل ما بيقولوا. اليوم كيف شو ممكن تقدم وزاره الزراعه اول شيء لهذا الفلاح؟ اثنين، على المنظور البعيد خلينا نقول ما مدى امكانيه يمكن عوده هذه الاراضي؟ طبعا يعني الزراعه حاليا موجود في موقع الحرائق لحظه بلحظه، وبناء على ما قاله السيد وزير الزراعه انه ممكن وزاره الزراعه تقدم شتول للاراضي المحروقه، وكذلك ممكن يعني سوف يكون هناك لجان تقوم بحصر الاضرار وفيما بعد تدرس موضوع تعويض الفلاح. لكن على المدى البعيد الموضوع يحتاج الى عمل وجهد كبير من كل الجهات، سواء من وزاره الزراعه، من وزارات اخرى، من المجتمع المحلي، لاعاده تشجير هذه المناطق. خلينا نقول بموضوع الاشجار الزراعيه يحتاج الى جهد كبير، يحتاج الى يعني وقت الى عوام وقت الى الى كذلك جهد، لانه الموضوع ليس متعلق فقط بالزراعه، يعني نحن بنزرع موضوع يحتاج الى ماء، يعني هذه الاشجار خصوصا في المرحله الاولى تحتاج الى سقايه. وكلنا يعلم نحن يعني بلدنا متجهون نحو جفاف، يعني حسب الدراسات العالميه تقول منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجه التبدلات المناخيه حتى عام 2050 متجهه الى جفاف، طبعا هذه دراسه افتراضيه ولكن لا نعلم، قد يكون جفاف لكن بشكل عام هي متجهه نحو جفاف، لذلك هنا مشكله كبيره. نحن بدل ما احنا نساهم بزياده التشجير وبزياده موضوع نشر الغطاء النباتي وبالتالي التقليل من موضوع التبدلات المناخيه، الكارثه هنا انه احنا خسرنا غطاء نباتي كبير سواء حراجي او زراعي، فبالتالي هنا المشكله تكمن. طبعا مثل ما حكينا الموضوع يحتاج الى جهد، وان شاء الله سنقوم بهذا الجهد بشكل يعني اجتماعي او مجتمعي بين سواء وزاره الزراعه او وزاره الموارد المائيه او المجتمع المحلي. يعني دكتور منهل خلينا نحكي عن ترميم الأراضي الزراعية، يعني هي المرحلة هلأ متى ما قلنا أنه خلص تم إخمال جميع الحرائق وتبريد الأراضي رح يتم العمل على إعادة
مثل ما بيقولوا تربة إلى واقعة، هذا بيحتاج إلى وقت، بيحتاج إلى جهد. نعم. جهد كبير. نعم. كيفية التعامل مع هذا الموضوع اليوم؟ نعم. الفلاح لوحده غير قادر أنه يرجع يرمم. صح. الأرض الزراعية اللي احترقت. صح. بحاجة لمواد، نحكي بالتفصيل عن هي المرحلة لو سمحت. طبعا خلينا نحكي بشقين، الشق الأول هو الأشجار الزراعية والشق الثاني هو الأشجار الحراجية. طبعا قبل ما فوت بالموضوع هذا، في مشكله كبيره كمان حتواجهنا، حتواجه المنطقه، هي انجراف التربه. يعني دائما بعد الحرائق يوجد شيء اسمه انجراف التربه. هذه التربه تكونت خلال الاف السنين، ونتيجه المنطقه الاشجار سواء زراعيه او حراجيه موجوده في منحدرات، فبالتالي اول شده مطريه، اول مطر غزير سوف يؤدي الى انجراف هذه التربه. هي من مشاكل الحرائق التي تحصل بعد الحرائق، وهي مشكله كبيره، يمكن اكثر مشكله الحرائق. نحن نخسر مورد طبيعي، هذا المورد تكون خلال الاف السنين، ما مو موضوع سهل يعني. طبعا ما سنقوم به ان شاء الله، يعني احنا مثل ما حكينا شقين، الشق الزراعي والشق الحراجي. الشق الزراعي هناك ستكون لجان تهتم بهذا الموضوع بحيث تعيد تشجير هذه الاشجار وتقوم بخدمتها، حتى يعني نخسر، او حتى يعني نعوض ما خسرناه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاشجار الحراجيه. الأشجار الحراجية دائما يعني أنصار الحراج بيقولوا، يعني طبعا في رأيين، الرأي الأول بيقول إنه إحنا لازم ما نتدخل في الغابة لمدة سنتين حتى ممكن الغابة تجدد نفسها، ولكن الرأي الآخر يقول لا، إحنا ممكن نتدخل بتدخل علمي ومدروس في هذه الغابة، بحيث إحنا مثلا نعالج هذا الموضوع، وإما بزراعة الغابة من نفس الأشجار التي كانت بها، لأنه مشكلة الغابة كمان هناك كثير من الأشجار الموجودة في سوريا لا توجد في العالم، وهي أشجار مهددة بالانقراض، وهذه خسارة كبيرة لنا في غابات. طبعا. لكن الحمد لله نحن بالبحوث الزراعية حاليا قبل الحرائق، قبل موضوع الحرائق، قمنا بإنشاء بنك وراثي لهذه الأشجار، بإنشاء بنك للأشجار المهددة بالانقراض واستزراعها مشان هيك حالات. كذلك موضوع زراعة الأنسجة، حاليا زملائنا في مركز بحوث السويداء وفي مركز بحوث الغاب يقومون بزراعة الأشجار المهددة بالانقراض، حتى بزراعة الأنسجة من أجل إعادة زراعتها في المناطق المتأثرة بالحرائق. يعني المناطق اللي تعرضت للحرائق هي مناطق هائلة بمحافظات مختلفة، محافظات متعددة كمان. إذا بدنا نحكي عن المتضرر الأول اللي هو الفلاح، يلي يمكن مثل ما قلنا وجنى عمره ومحصوله. صحيح. وهو بانتظار فارغ الصبر يمكن لحتى يأمن قوت العائلة على. صح. مدى الأشهر القادمة اللي هي كمان. صح. أشهر الشتاء الصعبة. نعم. برأيك شو هي الخدمات، أو شو هي شو ممكن نقدم للفلاح، إن كان من تعويضات، إن كان من مساندة. نعم. إن كان من مساعدة حتى. هلا بالنسبة للآثار لهذه الحرائق، هي تنعكس ليس فقط على الفلاح، الفلاح هو المتضرر الأول. ولكن تنعكس على كامل الناس، على كامل القطر، يعني كلنا. من هلا بلش الحكي انه زيتون ما في، زيتون ما في. تمام. نعم، وغلاء الزيت، الزيتون هو بالاساس غالي، فما بالك حاليا موسم الزيتون اللي كل الناس تنتظره. اولا الفلاح، ثانيا المواطن، حاليا يعني خسرنا بشكل كبير، بنسبه كبيره، لن اقول بشكل كبير، انه في محافظات كثيره بتزرع زيتون. طبعا هنا المشكله انه الفلاح هو المتضرر الاول، وينعكس ذلك على المواطنين بشكل عام. ما سيتم تعويض الفلاح، مثل ما ذكرت، شتول، اهتمام بالواقع الزراعي، سيكون هناك لجان، يعني عندنا في وزاره الزراعه صندوق للمتضررين من الكوارث، سيكون هناك تعويض الفلاحين، ولكن هذا يعود للجان ويعود لقرار في يعني وزارة الزراعة. نحكي كمان عن عدد كبير من المتضررين، يعني راح يوصل العدد ل 3000 عائلة. نعم، المشكلة هون يعني كمان مو كمان سينا كمان موضوع البيوت المحمية، في قسم كبير من البيوت المحمية احترق في هذه الأزمة. يعني تمام. بيوت محمية، أشجار زيتون، أشجار حمضيات، أراضي مزارعين، ومثل ما ذكرت يعني المشكلة أحيانا حرق التربة، حرق المكونات المادة العضوية فيها، حرق الكائنات التي تقوم بالتفكك فيها، يؤثر سلبا على الزراعة. يعني أنا ممكن أقول كانت هذه التربة خصبة، حاليا إذا تم المحافظة عليها بعدم انجرافها ستكون أقل خصوبة. ستحتاج نحن كفنيين في وزارة الزراعة وفي البحوث الزراعية، ما يجب أن نقوم به هو إعادة تخصيب هذه الأراضي حتى تصبح خصبة بشكل المناسب. نعم، يعني دكتور، من المعروف أنه أشجار زيتون، وحضرتك حكيت ببداية حديثك، بحاجة لسنوات. نعم. طويلة لحتى تبدأ تعطي. نعم. محصول زراعي. طبعا رح يتم إعادة زراعة. نعم. هي من جميع الأهالي بالتعاون مع الجهات، إن كان اتحاد الفلاحين أو وزارة. نعم. الزراعة بزرعة بالزيتون، ولكن من قد ممكن متوقع أن تعود
هي نعم. الاماكن بعد زراعتها لانتاج نعم. الزيتون، وهذا الشيء اللي بياثر يعني اليوم نعم. هذا الشيء بياثر على الاقتصاد بشكل طبعًا. عام طبعًا. هلا حاليا نحن شجره الزيتون تبدا تعطينا بالخمس سنوات، ولكن لا تصبح شجره اقتصاديه بتعطي انتاج كامل الا بعد حوالي 15 سنه، يعني ممكن احنا نقول يعني بدي انا 15 سنه حتى ترجع على الاقل للشجره اللي كانت تعطيني حاليا، حتى تعطيني كما كانت في السابق. فتره زمنيه طويله دكتور. نعم 15 سنه فتره زمنيه طويله نعم. جدا، لكن يعني هذا هو الواقع. أكيد دكتور هذا هو الواقع يلي كلياتنا صرنا تحت هذا الأمر ومضطرين إنه نبدأ العمل، مو بس نحن ندب وأسف وحزن، لا لازم نبدأ العمل لإعادة الحياة لهي المناطق المحروقة. الأمر المهم يلي حضرتك حكيت فيه هو التربة وانجرافها، هذا الأمر الخطير جدا واللي هو يمكن بيعادل حرق هي المناطق ويمكن أكثر خطورة مثل ما حكينا نحن. شو هي الإجراءات يلي ممكن تتخذ لحماية هي الاراضي كلياتها نعم. ومنع انجراف التربه؟ طبعا كما ذكرت انه بالفعل او كما ذكرت حضرتك انه اخطر من الحريق هو انجراف هذه التربه، خصوصا انها في المنحدرات، وهذه التربه تكونت خلال الاف السنين. طبعا خسرنا بدايه الشيء الاول اللي خسرناه احتراق الماده العضويه اللي فيها، اثنين خسرنا الكائن الحي الدقيق اللي فيها اللي بيقوم بعمليه التفكك الحيوي، ثلاثه وهذا اللي نخاف منه انه اول شده مطريه غزيره بمنحدرات ستقوم بانجراف كامل التربه. طبعا ننصح هنا اولا يعني او مو ننصح ما سنقوم به هو السرعه في اتخاذ الاجراءات. اولا لابد من تشجير اعاده تشجير هذه الاشجار، خليني اقول الاشجار البستانيه اللي هي الزيتون او غيرها. ثانيا يفضل انه حتى الاشجار الغابويه اللي احترقت ما نقطعها من جذورها، يعني ممكن اذا قطعت تقطع مثلا من فوق سطح الارض، لان جذورها تساهم الى حد ما في تثبيت هذه التربه. طبعا هي مشكله كبيره، يعني اخطر ما في الحرائق الغابات وحرائق البساتين هو انجراف هذه التربه، لان يعني مثل ما ذكرتي انه شجره الزيتون ممكن خلال 15 سنه ناخذ احنا انتاج، ولكن التربه إذا انجرفت بدها آلاف السنين حتى تعود. أكيد. نعم. نعم يعني مثل ما بنعرف كمان دكتور من خلال السنة بيكون في حرائق موسمية معروفة بهي المناطق بتم معالجتها، ولكن الخطورة كانت هذا العام تتالي الحرائق بفارق زمني بسيط بيناتهم، إضافة إلى انتشارها بشكل أوسع. بنحكي بالختام اليوم عن إمكانية عودة القلق وعودة الحياة لهي الأراضي في المحافظات الثلاثة اللي نشب فيهم الحريق، خاصة أن المساحات كتير واسعة وبتحتاج يمكن لمواد أكثر لفترة زمنية كتيرة لمبالغ مادية كتير كبيرة. طبعا أكيد المطلوب كبير والعمل سيكون كبير وجهود كثيرة، لابد من تضافر الجهود بين المجتمع المحلي وبين وزارة الزراعة وبعض الوزارات المعنية. طبعا سيكون هناك لجان تعمل بسرعة كبيرة لإعادة كما ذكرت استزراع هذه الأراضي، سواء بالأشجار البستانية للزيتون وغيرها، وموضوع البيوت المحمية لابد من معالجة هذا الموضوع بسرعة القصوى، لأنه نحن حاليا مقبلين على موسم، يعني موسم البيوت المحمية يبدأ بعد 15/10 كمان، هي المشكلة، يعني ليس فقط الزيتون قطافه ب 15/10 كمان الحمضية أو عفوا البيوت المحمية يبدأ العمل بها وزراعتها بعد 15/10، إذا هنا مشكلة كبيرة بالنسبة لسواء البيوت المحمية أو أشجار الزيتون. بالنسبة للأشجار الحراجية يعني نحن قبل الحرائق هذه اجتمعنا اجتماع موسع مع السيد الوزير، نحن ومديرية الحراج وهيئة الاستشعار عن بعد ومديرية الأراضي من أجل معالجة هذا الموضوع. كان مخطط لنا أن نبدأ بالعمل على معالجة ودراسة المناطق المحروقة التي حرقت سابقا في هذا الوقت. طبعا حاليا العمل كبير، يعني حاليا العمل كبير، العبء كبير المناطق هائلة. صارت هائلة جدا ومطلوب منا عمل كثير. نحن مستعدون من اليوم أن نقوم بهذا العمل، وإن شاء الله سنقوم بهذا العمل، سنعيد القلق لغاباتنا وأراضينا. ومن باب العلم يعني إحنا غاباتنا 3% من أراضي سوريا هي غابات، طبعا هي مساحة صغيرة جدا إذا ما قارناها بسوريا، لكن مع ذلك خسرنا كثير، لكن ممكن إحنا نعوضها، والطبيعة بحد ذاتها تقوم بتجديد نفسها، يعني هذه الغابات شيء جميل.
في المنطقة الساحلية تقوم بتجديد نفسها، ولكن يجب أن يكون هناك تدخل علمي مدروس من الجهات المختصة. نعم، يعني حضرتك خلال حديثك كنت عم تحكي عن دور المجتمع الأهلي والمنظمات الأهلية بهذا الوقت، وشهدنا خلال طبعا الشهر الماضي عدة دعوات من منظمات أهلية أنه هي تكون موجودة على أرض الواقع. هل رح يتم إعطائهم تسهيلات من قبل وزارة الزراعة لحتى يكونوا متواجدين على أرض الواقع؟ في كثير طالبوا جمعيات شبابية أنه ينزلوا ويساهموا بعملية التشجير. نعم، يعني أنا قبل من حوالي أسبوع كنا باجتماع مع السيد الوزير فقال كلمة جميلة، قال نحن فتحنا باب التطوع لمن يريد العمل في الحراج، في مديرية الحراج، من يريد، لأن هناك مثل ما تفضلت كثير سواء مجتمعات محلية أو مجتمع محلي أو جمعيات أهلية تريد العمل في هذا المجال. فالسيد الوزير فتح باب التطوع لمن يريد أن يعمل بهذا المجال من أجل إعادة تأهيل هذه الغابات، إعادة تأهيل هذه الأراضي الزراعية. فالباب مفتوح سواء للجهات الحكومية أو للمجتمع المحلي أو للجمعيات الأهلية. أكيد أكيد دكتور، نحن لما بنحكي عن بلادنا ترجع بهذا القلق بهذا الخير أكيد لازم تتضافر كل الجهود. نعم. إن كانت الأهلية والمدنية وحتى الجهود الحكومية. بدنا نشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا. لا العفو، أهلا وسهلا.